بمشاركة أكثر من 40 شركة سورية وعدد كبير من شركات عالمية، افتتح في العاصمة الإيرانية معرض طهران الدولي للألبسة والنسيج، حيث شارك اتحاد المصدرين السوريين وغرفة صناعة دمشق في جناح خاص بالمعرض. وافتتح المعرض معاون وزير الصناعة والتجارة الإيرانية رضا رحماني بحضور رئيس اتحاد المصدرين السوريين محمد السواح ومسؤولين آخرين. نحن سعداء جدا بمشاركة سوريا بهذا المعرض، وهذه المشاركة هامة جدا لأنها تدل على صمود الشعب السوري واستمراريته ونشاطه رغم ظروف الحرب والحصار والأوضاع التي يمر بها. ولا شك بأن قطاعي الإنتاج والصناعة يعتبران خندقا مهما من خنادق الصمود. المعرض الذي ينتشر على مساحة 2000 متر مربع يشكل فرصة نوعية للقاء رجال الأعمال السوريين والإيرانيين لتطوير العلاقات التجارية بين الجانبين، فضلا عن وضع المنسوجات السورية أمام فرصة استثنائية للانتشار بتنافسية عالية في الأسواق الإيرانية. السوق الإيراني سوق مبشر، واليوم بما أنه فعلوا الاتفاقية اللي هي تقريبا جمرك صفر بينه وبين إيران، فصارت البضاعة السورية منافسة، خاصة الألبسة. واليوم مثل ما أنا شايفين احنا أخذين بأكبر معرض اليوم يقام في إيران من أكبر الأجنحة الحياة الجناح السوري، بحدود 40 شركة اليوم احنا مشتركين بكل الأصناف، وإن شاء الله رح يكون لنا تواجد كتير كبير لننهض بالصناعة النسيج بسوريا. يقام هذا المعرض في وقت تتزايد فيه الضغوط على سوريا، ليكون بمثابة تظاهرة اقتصادية من شأنها دعم صناعة النسيج السورية والترويج لها، حيث يرى الكثيرون أن إقامة مثل هذا المعرض سيساعد بلا شك على إيجاد أسواق جديدة وكبيرة للمنتج السوري، باعتبار السوق الإيرانية كبيرة وواعدة ومنفتحة على الخارج. المعرض هو نافذة جديدة بتفتح على خلال المنتجين السوريين. نحن الحصار اللي تعرضت إلى سوريا كان حصار سياسي أو عسكري أو اقتصادي، أثر على الإنتاج الاقتصادي بشكل عام. فلحنا من زمان منتظرين هالفرصة اللي هي بالحقيقة تأخرت شوي، بس إن شاء الله نأمل السوق الإيراني سوق واعد هو والسوق الروسي. لحنا نأمل إن شاء الله من رب العالمين إنه يكون تواجد. لا شك إحنا في عنا عقوبات اقتصادية على سوريا، السوق الإيرانية اللي صارت مفتوحة لنا، فهذا لا شك بشكل حافز اقتصادي كبير لسوريا لبلدنا، بشكل يعني لا شك رجوع القطع لبلادنا. ونحن أحواج يعني وقت فيه أنه يرجع القطع السوري يدخل لسوريا، فهذا وقت كثير مناسب. وترتبط سوريا مع إيران باتفاقية للتجارة الحرة وعددا من الاتفاقيات الثنائية، بما يعزز التعاون بين البلدين باتجاه التكامل في التبادل السلعي والتجاري. على غرار الصمود السياسي والعسكري للدولة السورية، يجاهد الاقتصاديون السوريون في مواجهة الحرب الاقتصادية المفروضة على بلادهم، متأملين انفراجة لبداية قريبة في إعادة الإعمار، ابتداء من بناء الإنسان إلى بناء البنيان. محمد الشيخ للأخبارية السورية، طهران.